يجي فككتك يا عم الحاج. انت جنبك ماسوره ظهر مصديه، لو اديتها بكوعك هتتخرم. يبقى الفكره اللي تجيلك انك تقطع رجلك بدل ما تقطع الماسوره. Turn off the lights. What? بالظبط كده. انشره بقى. السلسله اللي كانت رابطه باب الفرن كانت باينه لكم كلكم، ليه محدش يفكر فيكم ان هو يقطعها؟ او ليه لما دخلت تاخد السرنجات شديت السلسله بدل ما تقطعها من السرنجات؟ قبل ده كله قعدت تلف حوالين الفرن، ما خدتش بالك ان في باب من الناحيه التانية ازاز ممكن تكسره، وساعتها هيبقى اقرب كتير للسرنجات. بقى ايه كرسي تحدي فيه بحوض السمك ده وهتلاقي السرنجه في ايدك على طول. وحتى لو اتهبلت ودخلت ايدك بجد، دخلي ايدك التانية علشان توسع الحاجات اللي بتزنوا على ايدك وتطلعيها تاني. اشبك المفتاح باي خطاف، اربطه حتى في القميص ووطي وشده. يعني انت قعدت ساعة تفحص المكان، وهو ده الاحتياط اللي عملته؟ المكان قدامك واسع ومليان حاجات كتير، ليه ما فكرتش تجيب خطاف وتاخد بيه الحلقة، او حتى تقلع القميص وتحطه على وشك عشان تستحمل الساعة وتعرف تنقذها؟ المفروض تحط الخطافات في عضلات صدرك، بس مش لازم تسمع الكلام. كل اللي كان عليك تعمله انك تاخد خطاف منهم وتحطه في حلقة من السلسلة التانية وتقف عليها، او حتى تحط الخطافات دي في البنطلون. انت الوحيد اللي كان مسموح لك انك تمشي في الشارع، ولا مرة فكرت تروح تجيب باك اب ولا تبلغ البوليس؟ انت صحيح لابس الكولوتا عشان الرقابة، ولولا كده كان زمانك هتبقى عليهم ملط، فكان المفروض تستغل ان انت لابسه وتقلعه علشان تلفه على ايديك وتحاول تزقه بيه الاسلاك. هي صحيح كانت هتعورك، لكن مش بنفس الطريقه لو كانت ايديك عريانه زي ما عملت. قبل ما اقفل عايز اقول لكم على حاجه مهمه. في قناه بتاعت واحد بيعمل نقد سينمائي، هي لسه في بداياتها ومحتاجه مساعدتكم. هحط لكم اللينك في الديسكربشن تحت. انا اتبسطت وانا بعمل الفيديو ده، حتى لو ما جابش مشاهدات كتير برضه هبقى مبسوط بيه. شكرا للمشاهده.